بإذن الله يا كريم. وخليني أقول لك برضو استكمالا للخبر ده، بعد ماتش الأهلي أمام الهلال السوداني، الأهلي هيروح بعد كده ويواجه أسوان، وبالتالي بطبيعة الحال الجهاز الفني لفريق أسوان بيجهز دلوقتي اللعيبة بتاعته علشان يواجهوا النادي الأهلي، ودي أكيد مباراة كبيرة جدا كمان لازم يتم تجهيزها على الجانبين بشكل يعني محترف. يوم هيكون 21 فبراير وهيكون على استاد أسوان، ده ضمن طبعا مباريات جولة 19 للدوري الممتاز. طيب استعدادات أسوان بقيادة طبعا الكابتن أيمن الرمادي، واللي عامل شغل كبير جدا صحيح وملحوظ طبعا. مع بجد نادي أسوان، ويحسب ليه بجد، يحسب ليه الطفرة اللي هو عملها مع طبعا نادي أسوان، هتشمل خوض مباراتين وديتين، الودية الأولى كانت أمام يعني الإسماعيلي، دي هتكون غدا إن شاء الله يوم الأربعاء على استاد الإسماعيلية، والودية الثانية هتكون يوم الخميس. وبالمناسبة خليني برضو اقول لحضراتكم، اسوان خاض 18 مباراه في الدوري المصري هذا الموسم وحصد 22 نقطه في المركز هو التاسع، والاهلي طبعا بينفرد زي ما حضراتكم برضو عارفين بصداره ترتيب الدوري برصيد 37 نقطه من 15 مباراه خاضهم حتى هذه اللحظه، فيعني حاجه برضو فيها فارق كبير، لكن هنرجع نقول مباراه برضو مش سهله، مباراه اكيد احنا كنادي اهلي عمرنا ما هنستهون بيها، لان دي مش عادتنا اصلا انت تستهون طبعا. باي منافس حتى صحيح لو صحيح. كان الترتيب فيه فرق كبير جدا ما بينه وما بينك. وعايزين نفضل محافظين على الجاب الكبيره بيننا وبين اقرب المنافسين، عشان دي بتدي اريحيه للجمهور والله قبل ما تكون بتريح اللعيبه والجهاز صحيح الفني بطبيعه الحال، وده الوضع الطبيعي وده المكان الطبيعي اللي المفروض دايما يكون فيه النادي الاهلي، اي وضع غير كده فهو وضع مؤقت، تاكدوا ان وضع مؤقت، واول ما بيحصل لا سمح الله بيجري تظبيطه في كسور من الثانيه على طول، ما فيش حد في النادي الاهلي ممكن يقبل بغير كده وبغير الوضع ده وبغير المركز ده.